مشاهدينا نحييكم من جديد. قبل ما نناقش القضية الأساسية اللي هيكون فيها النقاش واللي هنشرك المشاهدين معانا فيها بعد قليل، في قضية استوقفتني كثيرا. أحيانا نسأل هو إيه الجمال؟ الجمال هو في قيمة ما تقدمه وما تخدم به المجتمع، إيه اللي أنت بتقدمه للإنسانية، هو ده الجمال. وأحيانا كمان تشوف القبح فينا احنا، بمعنى انه لا الجمال في شكلك ولا انت اللي عملت شكلك، علشان البعض أحيانا يزهو بشكله وبجماله وبوسامته أو بوسامتها وجمالها، مش انت اللي عملت ده، ولا حتى اللي عنده الجمال المتوسط أو اللي البعض يمكن أن يتعامل معاه بانه يعني ليس جميلا. والجمال ده عمليه نسبيه يعني، والجمال زي ما بقول لكم يعني فيما تقدمه وفيما تنجزه. انا بقول ده ليه؟ لانه كمان القبح موجود بداخلنا. احيانا تبقى قاعد كده في فرح حتى وتلاقي الناس معزومين في الفرح، لكن قاعدين يقولوا شوفوا العروسه دي، ده عامله 100 عمليه تجميل، ده متجوزاه عشان تاخد فلوسه ويمسكوا بعد كده في العريس، ده كذا، ده فلوسه جاية من تحت لتحت، اللي هو النميمة المجتمعية التي تستهوينا ونمارسها دائما، هو ده القبح يعني. وأحيانا نبص للغير ونتعامل معاه أصل هو قبيح يعني، ونعتقد أنه الجمال موجود فينا احنا، وتلاقي البعض بيزهو زهوا بجمال زائف ووهمي يعني. أنا بقول ده لأنه إسراء هتشوفوا، لم أتخيل أبدا أنه في بنت تبقى بهذه الشجاعة أنها تتكلم عن اللي بيحصل لها في المجتمع، إزاي الناس وهي ماشية بتعايرها بشكلها، وإزاي بتتهكم على شكلها، وهي بتتعامل مع ده برحابة صدر، وبتتعامل معاه بجمال مش موجود في المجتمع اللي بيستهويه دائما قبح النميمة وقبح البحث عن عيوب الغير يعني. تعالوا نشوف قبل ما أقول لكم وقبل ما نتكلم مع إسراء المشاهد اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني فجأة ربما أنه إسراء من كثرة ما عانته في الشارع المصري قالت بقى لا أنا هطلع أتكلم بوضوح، إيه اللي أنا بقابله، إيه اللي أنا بواجهه. نسمع إسراء وبعد كده نتكلم معاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسراء وعندي 19 سنة. الفيديو ده أنا عاملاه علشان أوصل رسالة. الرسالة دي إن أنا أقول فيها أنا مش متخلفة عقليا، وأنا حابة شكلي كده جدا والحمد لله على شكلي. في ناس أكتر مني وفي ناس أقل مني. في ناس مش بتشوف خالص لو انا عندي عين مش بشوف بيها، في ناس مش بتشوف خالص لو انا عندي 4 صوابع في كل ايد، في ناس ما عندهاش صوابع اصلا. انا في مدرسه فاشله شويه بصراحه، بس الحمد لله انا في ثالثه ثانوي علمي اسهل. احب اقول للناس اللي بتشوفني في الشارع، اولا في انواع. هتكلم على الناس اللي مش الناس اللي مش عاملني كويس. اولا في مجموعة بنات كده حلوين كيوت، البنات دي اول ما تشوفني في وشي تصوت. طب ليه يا بنتي بتصوت؟ انت اللي بتخضيني مش انا اللي بتخض والله، يعني مش انت اللي بتتخضي والله، يعني حتى لو انت بتتخضي من شكلي اللي بالنسبة لي هو مش حاجة طبيعية، طب ليه تخديني؟ روحي تخدي على جنب، ما تتخديش معايا يعني. ما تخدينيش وتتخدي وتخلي الناس كلها تاخد بالها ان في المكان اللي انت فيه واحدة مش طبيعية زيك. انا شايفة ان انا طبيعية، لو انت شايفة ان انا مش طبيعية دي مش مشكلتك انت، دي مشكلة عينك انت مش مشكلتي انا. مش هنقي ان انا عندي شوية اختلافات عنك، بس انا الحمد لله باكل وبشرب وبتنفس بصلي بقرا قران. بالنسبه بقى للامور العسول اللي بيجي وانا معديه يقوم قايل لصاحبه خطيبتك هي اهو
هتقطع هي وعيد يعني. طب انا ممكن ابقى هتقطع انت يعني عادي، او ممكن ابقى بنتك، او ممكن ابقى اختك في يوم من الايام، وده شرف ليك انت مش ليا انا. ده حاجة عشان ما اطولش عليكم. بالنسبة للاطفال والعيال الصغيرة اللي بتخاف مني لما ببقى موجودة في مواصلات، في مكان محل، في الشارع، في اي مكان، واهليهم اللي بيبقوا بيتعاملوا معاهم كانهم يعني اللي هو عمل جريمة، يا عم فهمه بالراحة لما تروح البيت، طبطب عليه، خده بالراحة، ليه تمسكه تضربه وتقول له عيب ومش عارفة ايه. لا انا فاهمة ومقدرة شعورك ان انت مش عايز تأذيني، بس انت كده بتأذيني لما بتمسك ابنك او بتمسكي بنتك وتضربيها عشان عيطت مني. انا مش بزعل من الاطفال، انا مقدرة وفاهمة ان ده عقليته لسه ما بيبتوش ان هو يفهم ان في ناس مختلفة عنه. وطبعا بما انك بتخوفه وهو رجلي مسلوخة ورجلي مقطوعة في البيت، فلازم لما يشوفني يخاف. انا مش فاهمة، مش زعلانة من موضوع الاطفال ده بصراحة، ومش بزعل، وبالعكس انا بهزر وبحاول على قد ما اقدر اخبي وشي من طفل خايف مني علشان ما يخافش. بالنسبة ان في ستات كبيرة بتمسكني وتقعد تقول لي يا عيني يا بنتي ربنا يشفيكي، انا مش حاسه ان انا فيها مرض، وحتى لو بعمل، انا الحمد لله بعمل عمليات دلوقتي علشان اكون طبيعيه زي الناس اللي ماشيه في الشارع، بس انا شايفه ان انا طبيعيه الحمد لله. اللي عندي ده بيقولوا عليه في الطب مرض، وانا عملت 10 عمليات، بس المرض مش تعبني لدرجة ان انا بقوم ارفص واعيط واتعب وجسديا بتعب، لا هو مرض تشتت من بره بس. انا راضية على نفسي، في ناس كتير اوي جميلة بتشوفني في الشارع في اي مكان، بتبقى جميلة ربنا بيطبطب عليا فيهم بجد، ان انا الاقي واحدة تتعرف عليا وتقولي ان انا جميلة وضحكتي حلوة ربنا يفوز بخاطرها. رسالة اخيرة لكل الناس اللي هتشوفني، انا طبيعية ومفيش اي حاجة والحمد لله، وراضية على نفسي كده، وامي لولاها ربنا يخليها ليا يا رب ما حبستنيش، كان في ايديها ان هي استخبى تخبيني من الناس وتقول ان انا يعني مش موجودة، بس هي علمتني وربتني وخرجتني وفسحتني وصورتني، والحمد لله انا امي دي احسن حاجة في حياتي الحمد لله. وعلى فكرة ربنا قال لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خير منهم، انا مش بقول ان انا خيرا من حد، بس ما حدش ان في حد يتريق عليا او يتريق على حد جنبي، انا هتحمل ده لان انا خلاص خدت مناعه بصراحه. يعني انا لو مشيت في الشارع ولقيت حد مش باصص لي بصه استغراب، انا اللي بستغرب على اليوم كله. بس في ناس صغيرين مولوده زيي او عملوا حادثه بتتعب قوي، احنا بيجي علينا وقت بنقول ان ليه يا رب خلقنا كده. جمال إسراء وقبح المجتمع، يعني شوفوا حالة الرضا التام إنك ترضى بال، يعني الله سبحانه وتعالى خلقك بهذا الشكل، يعني لا أنت اللي صنعت جمالك ولا أنت المسؤول عن هذا الشكل، بالإضافة كمان إلى إنه حالة بقى التهكم في الشارع المصري، يعني إسراء مش ممكن تطلع بهذه المشاهد إلا لأنها عانت كثيرا. ده اللي هيخليني تحت عنوان جمال إسراء وقبح المجتمع حي إسراء أحمد. إسراء أهلا بيكي. أهلا. إسراء أنت يعني خلينا حي كمان معايا الأستاذة الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي، وهي هتبقى معانا في المناقشة القادمة الأساسية، بس أنا قلت كمان هي تبقى معانا في هذه القضية. أستاذة فريدة أهلا بيكي. أهلا بيك. إسراء، اللي يخليكي طبعا تطلعي بالمشاهد دي وبالجمل دي انك بالتأكيد عانيتي، يعني عانيتي من مجتمع انت بتقولي وانا ماشية بلاقي
سواء من بنات او من اولاد. ده اللي حصل لك فعلا. تبقي ماشيه فده اللي ضايقك، ده اللي قلتي اللي خلاكي تقولي انا هعمل هقعد كده وهخاطب الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. بس انا ما قلتش من المواقع اللي مصر كلها تشوفه بصراحه، انا قلت اللي هيشوفه احنا يعني انا وجيراننا بس. انت قلت اللي هيشوفوا اللي يعرفوني يعني هم اللي هيهتموا. لا، لانها قضيه مجتمع، مجتمع البعض احيانا بيزهو بجمال زائف يعني ويحاول دايما انه يبص على عيوب الغير يعني، انما كمان حاله الرضا التام عندك بانه يعني بما خلقك عليه الله سبحانه وتعالى، فانت حاله رضا وصفاء، وده ده اللي مديكي جمال طبيعي مش موجود عند الذين مارسوا القبح عليك يعني. بالتاكيد انت بتقولي انه يعني في المجتمع في الشارع النماذج اللي انت عدتيها تتعاملي معاها كده بالضحك كده في نسبة حقنا في يعني ممكن واحده تيجي وتقول ايه ده هي عامله ايه ليه؟ وتقوم عامله ايه ده؟ قوم انا عينيها صحيح هي عامله ايه ليه؟ بس زي ما انت قلتي. او ولد يبقى ماشي يقول له لواحد انه دي خطيبتك يعني. في ناس برد عليها يعني ممكن اقول لها ايه؟ اقول له لا على فكره انا خطيبتك انت. وفي ناس ما ردش عليها خالص. اسراء ما حدش بيعمل شكله. واحيانا حتى لو نقبنا يعني في البعض يعني الذين يصطنعون اشكالا زائفه يعني، لو شفنا الشكل الحقيقي، والشكل الحقيقي مش هو القضيه في اي حاجه. المضمون هو الاهم. قيمه ما تقدمه وقيمه ما تنجزه. وبعدين انت بتقولي فعلا ما اي شخص يمكن انه يتجوز هو عارف انه الله سبحانه وتعالى ممكن يخلق ابنه او بنته ازاي؟ مش عارف، ممكن بعد ما يتجوز مراته دي يعني لا قدر الله تحصل له حادثه، تحصل لها هي حادثه او يحصل له هو شخصيا حادثه. يعني انا مره واحده انا بتتريق عليا في عربيه وهي نازله من العربيه، اقسم بالله رجليها قصب. وهي نازله من العربيه. ده عقاب لحظي، لكن كمان اللي بيمارسوا هذا القبح يعني ربنا لا يعطيهم. والبعض حتى ربنا اعطاه جمالا ولكن يستخدمه استخداما سيئا. طيب، وبتتعاملي مع ده زي ما انت بتقولي بضحك وباستخفاف وباستهانه؟ لا، هو دلوقتي بس، لكن زمان خلاني اصلا اعمل الفيديو ان انا وصلت من حلقه مع الرضا وان انا راضيه والحمد لله. دي مش من سهوله يعني، مش ان انا يعني يا دوبك عديت كده وفجاه لقيت نفسي راضيه. لا، انا في حاجات كتير قوي عديت منها. انا عملت الفيديو ده عشان في ناس كتير قوي زيي واكتر مني واقل مني، انا مش عايزاهم يعدوا من المراحل دي. يعني مش عايزه حد عنده 5 سنين يلاقي واحد صغير قده يقول له انت عامل شقلك كده ليه؟ انا عايزه اقول للناس افهم ان مش احنا اللي بنخلق نفسنا، مش انت اللي عامل شكلك علشان تتباهى بيه او علشان تتهم الغير بيه يعني. فانت بتقولي مش عايزه ناس تانية تعاني. ايوه، يعني انا تمام الحمد لله، عديت بالمراحل دي ووصلت لمرحله الحمد لله جدا من ان انا راضيه عن نفسي وكده تمام جدا، بس في ناس مش هتعرف توصل لمرحله ان هي راضيه عن نفسها. انا اخر الفيديو قلت في ناس بتوصل لمرحله ان هي تقول ليه يا رب خلقتني كده؟ استغفر الله العظيم. في ناس بتوصل للدرجه دي من معامله الناس ليها. ففي ناس وانت قلتي كمان ده في ناس اهاليهم ما بيطلعهمش من البيت يعني خوفا من ان البعض يعني يتهكم عليهم يعني. انا امي قعدت قالت لي كذا مره، انا اهلي يعني اهل مامتي قالوا لها ايه يعني، في ناس قالوا لها ما تخبيها يعني، ما تخبيها. ما تخبيها ليه؟ لا 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 يا اسراء، والله انت حاجه جميله لانك بتشوفي بتواجه المجتمع بجمال حقيقي، بإيمان كمان يعني عندك إيمان شديد بالله سبحانه وتعالى وبما خلقك عليه، والقناعة والرضا ده لازم ربنا يديكي ويأخذ من الذين
حاولوا يعني دايما انهم يغمزوا او يهمزوا او يتكلموا بوضوح يعني. ربنا يسامحنا ويسامحهم. طيب سواء كمان انت بالتاكيد كمان يا جماعه انا عايز اناشد يعني في اطباء لانك بتقول انا عملت عمليات. عملت عمليات وده الحقيقه انا عايز انه الاطباء المتخصصين اللي يستطيعوا انهم يساعدونا في حاله اسراء يعني بجمالها الداخلي دي اسراء تستحق المساعده، ومن ناحيه تانية كمان عشان نكشف القبح الموجود والمنتشر في المجتمع اللي بيعتقد دايما لو انتوا عارفين تعبير يعني يرون القشة في عيون الغير ولا يرون القذى في أعينهم يعني. الناس تبقى مليانة عيوب لكن عايزة تشوف العيوب في الغير، وإذا اعتقدت يعني إنه شكلك من صنعك فالحقيقة يعني ده وهم زائف وكفر بالله سبحانه وتعالى. لا شكلك من صنعك ولا شكل الغير حتى من صنعهم حتى يتم التهكم عليهم. حالة إسراء أنا بشوفها موجودة في المجتمع كتير، بس ما شفتش النموذج ده اللي أنت بتتعاملي بيه إنك تقول أنا هتعامل مع المجتمع بالشكل ده، هواجهه بالشكل ده. أنا إيه ده يعني؟ في ناس كتير قوي رجلها مقطوعة يعني ربنا يعافيها يا رب، في ناس عينيها مش موجودة، هتعمل إيه؟ أنا هعمل إيه؟ لازم أعيش. وانت حتى بتقولي ده انا ببص بقول الحمد لله انا عندي اربع صوابع غيري ما عندوش. في ناس ما عندهاش دراع اصلا في صوابع. وربنا يعوضك دائما خيرا عن كل شيء يا اسراء. الحمد لله. اسراء ان شاء الله انا واثق انا هتابع مع بعض الاطباء اللي هيتابعوا معانا، مع انه الـ عندنا مرضى تانيين عايزين علاج الحقيقه، هي مش مريضه يعني. انما طالما انها لجأت للطب، انت بتقولي عملت عمليات كتير وما حصلش فيها التوفيق المناسب يعني. هو بص انا عملت 10 عمليات، انا اقول ايه ده خالص يعني، انا كده متحسنه يعني متحسنه كتير. انا كان الحته دي من اول مناخيري لحد تحت هنا مفتوحه، وكان عيني مفتوحه لحد هنا يعني، انا مولوده الحمد لله كان ايدي فيها قوه ذهنيه، قوة مثلا وكل في بعض. كان صوابع رجلي لازقين في بعضها. فالحمد لله قوي جدا. الحمد لله طبعا. ربنا يعوضك عن كل ده خيرا، وان شاء الله مع كمان بعض الاطباء اللي دايما بيتواصلوا معانا في هذه الحالات ان شاء الله هتواصل معاك في ده. الدراسه بقى كمان كويس جدا، انا سمعت يعني بتتعلمي وانت دلوقتي في ثانوية أزهرية. فعلا. بس بص هو موضوع الدراسة ده كان صعب جدا بالنسبة لي إن أنا أدخل مدرسة أصلا يعني. أنا بابايا دخل ورقي في المدرسة من غير سوقي، دخل بواسطة، وأول يوم يعني أول يوم الامتحانات أنا ما كنتش بروح المدرسة، فأول يوم الامتحانات المدرسة كلها اتضربت يعني، والله العظيم المدرسة كلها اتضربت. المدرسة كلها؟ المدرسة كلها، وأقسم بالله المدرسة كلها اتضربت، والعيال كلها جريت من المدرسة. ليه؟ عشان أنا أول يوم رحت الامتحانات، ده المفروض الامتحانات يعني نص السنة يعني أولى ابتدائي، فأنا رحت محدش طبعا كان يعرف إن أنا موجودة، وكنت اتعرضت على كذا مدرسة يعني، أنا رحت مدارس حكومية مرضيوش، رحت مدارس تجريبية مرضيوش، مدارس خاصة مرضيوش، فبابا ودى الورق كده اللي هو عارف طبعا الوصلة، فوداه أزهري عن طريق واحد صاحبي. ولما رحت اول يوم الامتحان طبعا بقى العيال كلهم يعني هم اطفال طبعا. هو المشكله مش في الاطفال والعيال، المشكله في اللي علموهم خطا. ما انا لما كلمت في الفيديو قلت يعني بالنسبه للاب والام، انت لما يجي تضربه هو هيكرهني يعني، لما يجي انا معديه من مكان ويجي طفل صغير يخاف مني، انت لما يجي تضربه هو مش هيخاف بس، هيخاف وهيكرهني. فانت ليه ما تقولوش يا حبيبي دي زينا عادي، بس ربنا خلقها مختلفة عننا شوية عادي يعني، انت مش هتخسر حاجة لو كلمته بالراحة. والله يا اسراء انت حاجة جميلة جدا وبداخلك حالة رضا وإيمان وحالة جمال. القبح موجود عندهم يا اسراء، مش موجود عندك والله. والله القبح ينتشر في هذا المجتمع اللي بيتعامل بالعقلية دي.
طيب استاذه فريده، عندك تعليق على حاله اسراء؟ لانه الحقيقه يعني فوجئت بصراحتها الشديده انها طلعت خاطب المجتمع باللي بيحصل لها وهي ماشيه في الشارع. يعني هي عشان كده هي منتصره، لانها شجاعه، ولانها قابله الواقع بتاعها، ولانها زي ما قالت يعني رغم صغر سنها قالت بحكمه شديده جدا، مين يقدر يضمن شكله من لحظه والتانيه، حتى مش من يوم والتاني، مين يقدر يضمن كمال جسده من لحظه للتانيه؟ يعني ممكن الواحد يعمل حادثه يتشوه، ممكن يحصل له بتر، ممكن يعني زي ما انت قلت للاسف. بس انا اعتقد يعني يمكن اسراء توافقني ان مش كل الناس كده. لا انا برضه قلت في الفيديو يعني ربنا بيطبطب عليا بيهم. بالظبط، يعني في ناس يعني بتسخر من القبح او من التشوه او من العاهه او من يعني عيب خلقي او اي حاجه، دول يعني ما تقدرش تعرف ربنا ممكن يعمل فيهم ايه. بس هي شجاعه وجدعه وان شاء الله ربنا ينصرها ان شاء الله دايما في كل معركه، يعني بما تحمله من جمال حقيقي وبما تحمليه من ايمان وقناعه ورضا بالحاله اللي خلقك عليها الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله هتتوفقي دايما يا اسراء. اسراء عايزه توصلي حاجه تانية؟ احنا استمعنا طبعا للفيديو كاملا يعني، والرسالة واضحة لمجتمع ينتشر فيه والقبح ده انا بشوفه باشكال مختلفة. انا لسه بقول لك يبقى الناس قاعدين ويبقوا معزومين في فرح يعني، لكن يعني يقطعوا في الناس، واحنا نجيد ويستهوينا دائما البحث والتنقيب عن عيوب الغير، مع انه البعض يمتلئ عيوبا يعني. لما تبقى كمان العيوب ليست من صنع البشر يعني، ولكن دي بنسميها خلقة ربنا يعني، فلا يمكن أبدا لأحد أنه يتخيل أنه يبقى فيه حديث عن ده. عايزة توصلي حاجة تانية عندك مشكلة تانية؟ طبعا مشكلة الدراسة عندك فيها مشكلة؟ بس أن أنا هكمل بس السنة إن شاء الله امتحن الكيمياء، أن أنا بعيد كيمياء بس بعيد عليها السنة وإن شاء الله أنجح فيها. في برضه موضوع ان انا كنت بحاول اشتغل، مفيش اي حد يعني، انا قلت الاطفال وعقلهم مش مستوعب ان انا مختلفه. طب انت راجل كبير او انت ست كبيره، ليه مش قادره ان انا اشتغل عندك لمجرد ان شكلي كده؟ طب انت جربتي كفاءتي؟ جربتي؟ انا بعرف اكتب وبقرا يعني، بعرف اكتب وبعرف اقرا وخطي جميل الحمد لله، يعني بكتب بايدي الشمال اهي، بس والله خطي جميل الحمد لله. ربنا يوفقك يا اسراء. فبتروحي شغل فيقولوا لك بتحس انت على طول، ولا البعض احيانا بيقول لك بصراحه عشان شكلك؟ لا في ناس بتقول عشان شكلي. في موقف حصل لي، انا قعدت اسبوع بحاله والله العظيم مذهوله. ايه ازاي؟ انا رحت وقفت لو سمحت انا عايزه اشتغل. لا قلت له ايه لو سمحت حضرتك كاتب ورقه ان انت عايز سكرتيره في المكان ده؟ قال لي ايوه فعلا. قلت له ينفع انها 19 سنه؟ قال لي ينفع جميل. قلت له ينفع تبقى في ثالثه ثانوي اثري؟ راح قال لي جميل جدا. وانا الاقي ايه؟ قلت له علمي. راح قال لي جميل قوي قوي. راح قلت له طب تمام جدا. اخليها تيجي لحضرتك امتى؟ راح قال لي دلوقتي. خليها تيجي دلوقتي روحي ايه وتعالي. قلت له انا. راح قال لي لا 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 مع السلامه. قلت له بجد؟ راح قال لي اه والله لا لا. قلت له ليه؟ انا بعرف. راح قال لي انا بقول لك لا روحي. والله هو ده القبيح. هو ده النموذج القبيح في المجتمع. انا قررت ان انا مش هشتغل مع حد، انا هعمل مشروع يعني ان شاء الله. لا ان شاء الله احنا هنشوف مش كل المجتمع كده زي ما قالت الاستاذه فريده، لا هنلاقي فيه ناس كتير دلوقتي هتتحمس لك جدا يا اسراء، على اعتبار انه انت والله كلك مليانه جمال، وكفايه الجمال اللي بداخلك، وكفايه الحاله اللي انت عليها يعني. لا شكلنا احنا اللي بنعمله، ولا في حد يمكن ان يزهو بشكله، ولا ينتقد الغير على شكله. المضمون هو الاهم، وانا واثق ان شاء الله انك هتتعلمي وهتشتغلي، وان شاء الله كمان كل الاطباء اللي في امكانهم انهم يساعدوك هيعملوا ده،
والجمال الحقيقي في المجتمع هو اللي هينتصر. الحب هو اللي هينتصر، مش القبح والكراهية اللي انت بتشوفيها وبتسمعيها. الجمال الحقيقي ده اللي بداخلك هو اللي هينتصر. طيب إسراء، انا بشكرك، هي لمحة خاطفة لكن فيها الكثير من المعاني. شوفوا بقى ميزوا فين القبح وفين الجمال. شوفوا كمان الناس اللي دايما تحاول انها تبحث عن عيوب الغير وهي مليانة عيوب. شوفوا حالة العنصرية اللي بنمارسها يمارسها قطاع في المجتمع حتى يعني دون ان يدري احيانا وبتعمد احيانا. يعني حتى اللي هي بتقوله كده بعض الاطفال واولياء الامور والحاجات دي، لا، الناس لازم تتعلم كويس قوي ان الجمال الحقيقي فيما نقدمه وفيما ننجزه، ايه اللي احنا بنقدمه للإنسانية. والقبح موجود بداخل مجتمع يمكن انه يعاير حد على شكله او يتهكم عليه في الشارع. إسراء نموذج للجمال، كلمتها يعني الحقيقة بتفضح القبح في المجتمع. بعد الفاصل هنناقش قضية في غاية الأهمية والخطورة. في مجموعة من الكتب طلع بشكل كبير جدا، وفي دعوات من المشايخ بمناسبة الحديث عن ربما قضية الطلاق اللي طغت بعد كلام الرئيس السيسي وبعد كلام المشايخ والجدل المتعلق بالطلاق الشفوي. ربما هنا البحث عن قضايا الأحوال الشخصية مهم جدا، هي قضايا مجتمعية، هي قضايا البيوت. يعني كتب كتير بتتكلم عن أصله تعدد الزوجات هو اللي يحل مشاكل العنوسه ويحل كمان مشاكل الاستقرار في البيوت. وانا مش هناقش القضيه، مش هيهيمن الجانب الديني فيها، لا، هحاول انه يهيمن الجانب المجتمعي عليها. المناقشة بعد الفاصل. هنتلقى أيضا اتصالاتكم، ملاحظاتكم على التليفونات اللي موجودة على الشاشة.